وحياة اللي راحوا وحياة أولادهم وزوجاتهم وأحفادهم وأخواتكم يلي أولادكم وزوجاتكم وأحفادكم وأخواتكم وكلكم يعني كلكم مش أغلى منهم. مكملين حلقتنا لنسمع روايات وقصص أهالي الضحايا لأنه هيدي المناسبة هي لإلهم ولتحقيق العدالة. بنشوف هالريبورتاج. أربع أب هذا صار كارثة، هذا انحرفت بقلبي وقلب أولادي اللي ما عم يستوعبوا. ليش يا أمي رحت وتركتني وتركت أولادي وتركت بيتك؟ بنترك يا أمي بالليل بركي ممكن تجي قلت لي يا ماما ضيعت المفتاح. يا أمي ضيعت المفتاح افتحي لي أنت الباب. هيدي ذريته، هيدي كتير بيحب أمي. يعني يوم أي يوم لا بسأله يا هيدي هيدي إله. هون أمين بنام. الشرطة مخبي هون. يعني إله هلا سنة والشرط بعد هو زيته، يعني أنا بشيل برجع بحطه. خزنته بعدها هي زيتها، هذا تياب الشغل بغسل له يوم. تياب يعني حتى بعدها بعد ما لبسها ببوسها كل يوم كل يوم والله والله العظيم كل يوم. يعني انا بحس حالي بسودهم بيختني بس برجع بقول لا إيه من هيدي خزانه ابني كذا تيابه كلها تيابه حتى صباطه يعني حتى صباط هذه انا ببوسه. والله دموعي ما نشفت بعد قسما بالله كل ما بتطلع على التلفزيون بقلي في شاب يا ابني وين كان واقف؟ ابني شو كان عم يعمل؟ ابني راح لاجيب دوغان وراح لاجيب طلس يعني شغل عمل وعم بيجيبه بروح ضحيه راي على شغله. طيب هذا وين الانصاف؟ وين العدل عندهم اياه؟ وين العدل وبعض النايمين؟ ما في دوله. والاولاد بيكبروا الاولاد بيكبروا راحت على مين؟ راحت على غلطة النواب على غلطة غبائهم بدوا يتلوا تيابهم جيوبهم مش مصاري عم يتلوا جيوبهم دم. صدقيني مهما وصفت بعدي أنا مأساة. أمين خلوق قلبه طيب حنون كان حلمه حرام يكبر ابنه، ابنه هلا عمره 12 13 سنه، يعني تصوري ابن ناطر على عيد انه ابوي عايده، بين الاب يعطيه عيديه يعطيه عيديه، الابن راح لعند ابوه عم يغسل له القبر، يعني انت شو تصوري اكثر من هيك؟ فجاعه اكثر من هيك اكثر من هيك تاثير ما فيني اوصف لك اكثر من هيك، يعني هو ولا اخته قاعده عم يغسلوا قبر ابوه. أم أمين الله يرحم أمين، أنا أم وبحترم دموعك وبحس تماماً بوجعك وبحرقتك. قديش تقتيله اليوم لأمين؟ يعني ترك فراغ منيح مش شوي، هو كبير ولادي يعني أنا شو ما حكيت ضل مأسرة، شو ما حكيت صدقيني ضل مأسرة قدام منه حنون. وحتى اخواته يعني الله يرضى عليهم كمان نفس الاخدين نفس طبع خيهم نفس طبع خيهم. كم ولد عندك؟ عندي ثلاثة وبنتين هو الكبير وربنا سبحانه وتعالى مثل ما نحن بقول الواحد الله مسخر خيه حد منه محمد حد خيه بيتهم بيت وجه بعض بيت حد بعضه لك سبحان رب العالمين. انت اول مرة بتجي لهون؟ اول مرة ما انا ما كنت بدي اجي والله بس شد علي محمد والبنات ليه ما يعني بدك تجي؟ يعني لأني حاسة حالي رجعت غيرت رأيي أنا لأنه روحه هوني مات حسيت إنه أنا لازم أجي وأول ما فتت قريت الفاتحة عن روحه أول ما فتت
كنت حاسه يعني كنت مصاصه بالموضوع انه في دمارة اكثر من هيك، يعني هون النسقين برد قلبي شوي صغير. برد قلبك؟ ايه والله شوي صغير يعني، هيك حسيت. ويعني اللي صار هيدي جريمه، جريمه كبيره مش شوي، جريمه. يعني حلمه وين حلمه؟ كان بعده مجوز جديد. كم ولد عنده امين؟ صبي وبنت. بنته عمرها 18 والصبي عمره هلا 13 سنه. اللي مرق علينا ما مرق على حدا، انا وبعد اميه الشهاده كلياتهم كلياتنا نفس الاحساس، كلنا نفس الاحساس. كل ام تفقد ابنها بتحس قلبها راح معه. وبعده لهلا بعدني لهلا امين بعد ما غاب لا عني ولا حتى عن اخواته. يعني بعدني انا هلا انا قاعده عنده بقلب البيت. بريحك لما تقولي انه امين بعده عايش. إيه امين بعده ما راح. ايه انا بعده، انا حبيت البس الجيلات تاعته اليوم لفرجه انه ابني بعد ما مات. يعني مات اذا كان مات بالطبيعه، بس ابني بقلبي لا منه مات، لا انا ولا اخواته حتى. صدقيني مش مصدقين، ما مصدقين. وبعدنا بنقول امين يمكن سافر، يمكن امين سافر منه هون. حسيتي كأم؟ الام دائما بيقولوا قلبها دليله، بتحس إذا ابنها مريض بتحس، إذا ابنها موجوع بتحس. حسيتي إنه أمين راح؟ حسيته أمين بس عم كذب حالي. حسيت بس الدموع اللي نزل أخبيها أقول لا ابني لا ابني عايش، عم فتشوا عليه. يا حرام يجلس الساعة 2 وهن عم بيبرموا 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 الساعة بيكذبوا عليهم. ابني بسوريا. آخر شيء أنا صدقت إنه لأنه أمين كان مدير أرضي، قلت معقولة عارف بالمتفجرات وخطفوا لابني. فيك تخبرنا شو صار هالساعات؟ يمكن في ناس كتير ما بيعرفوا بالضبط. اول ما سمعنا الخبر جينا على المرفق مثل كل العالم، وصلنا نفتش ما كان حدا يعطينا ولا خبر ولا ابدا. رجع يوم عن يوم صار يقولولنا انه هي شي مستشفى روم، شي مستشفيات. ما خلينا مستشفى الا ما نفتش عليها. هلا بلشنا نحن اول شيء صدقنا الفكره، لانه بدنا ايش يعني بدنا شغله نتعلق فيها لحتى اقول انه هذا خيي، لانه بعدنا لهلا خيي مش مات بعده عايش. وصرنا ندقق بهالصور والفيديوهات. اخر شيء خيي عنده وحمه هون باجله. نعم. لا اتضح لنا انه لا مش هو. وكيف تاكدتوا؟ يعني بعد ما شفته صرنا بالفيديو صرنا نقربه شوي شوي، وبالصور صار يجينا صور، صرنا نكبر الزوم. اتضح لنا لا مش هيدا هو، مش خيي. يوم عن يوم صرنا نفتش بالبرادات، لاخر شيء صار يتصلوا فينا انه هو بسوريا. اتضح لنا انه كانت لعبه عم يستفزوا العالم. طب وبالاخر كيف عرفتوا؟ تأكدتوا انه مظبوط؟ بالدي ان اي. بالدي ان اي. بالدي ان اي. مين اللي خبر الوالده اول شيء؟ امتى عرفتي حضرتك؟ اجتمعوا كليتهم، بس انا حسيت انه في شيء غلط. بدهم يقولوا لي في شيء. انا قلت له ايش بشيء امين؟ بدهم مهدوني يا حرام انه حتى نعم ما تنصدم. ايه حتى ما انصدم يعني. قلت له خلص انا طلبت من رب العالمين، والله طلبت من رب العالمين. قلت له يا رب، حتى لانه فقد الامل، قلت انا يا رب اذا ابني عايش كيف ما كان انا بتحمل، انا شو ما كان امين بعيوني انا بخدمه. بعدين رجعت طلعت قلت يا رب عندي اثنين، اخذت لي امانه من عندك، هذه امانه. انا برجع بتقبل بقول يا رب اخذت الامانه تاعتك، انت اعطيتني اياها وانت اخذتها. يعني رجعت بقول انا ما بدي ارجع. يعني بيقول الواحد صح. ما تطلع عن 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 ايمانك عن الايمان طبعا. ايه. انا بخاف. الله يبرد قلبك. هو كان عنده كانه احساس انه هو ممكن يموت صحيح؟ هلا مش قضيه عنده احساس، من شيء اربع ايام اجى لعندي على البيت، اجى لعندي قبل الحادث. قبل الحادث ايه قبل الحادث اجى لعندي على البيت. انا قاعده يعني صليت قاعده عم بقرا قران، اجى قاعد حد يفتخر سرق ايدي وبس. انا ما بحب ايد البوس يعني، ما انا بحب. هو عنده خجل، هو امين عنده خجل، بس كيف اجته هالشجاعه انا والله ما بعرف. كيف هيك قرب قاعد حد يفتخر وبسني خمس بوسات
له ليه عم تبوس؟ قال لي بعطي واحد اثنين ثلاثة خمس. قال لي هو مشان عيد الأم. بعطيك أمي، أنت ما بتحبي عيد الأم؟ أنا ما بحبه لعيد الأم، ما بحبه. قال لي بعرفك ما بتحبي، هي خمس بوسات لعيد الأم. هلا لما توفى معقول كان عم بيودعني ابني وانا ماني حاسه هالاحساس هذا انه ابني كيف عم، بس هو مع انه هو حنون، بس اما البوسات هو عنده هيك شويه خجل. يعني بيقول لي مثلا كيفك ماما، هيك بيقعد بعمله انا كبيت الشاي اذا بدي يشرب بيجي لعندي. يعني مش عارفين كيف بدنا نموت، يا بنموت بالصواريخ يا بنموت بالكورونا يا بنموت من الجوع وحالي بالويل. قبل منا بشي يومين بعت لي اياها صاحبه، كان عنا عاملين احنا العزاء. هيدا صوته لابني، صوته لابني عم بخبر انه عن الموت. صاحبه عم بيقول شو عندكم بلبنان شو عم بيصير؟ قال له مش عارفين كيف بدنا نموت. قال له مش عارف، هذا صوته مش عارفين كيف بدنا نموت، بدنا نموت. اخر شيء شوف شو بقول، الحمد لله. يعني قد منه عنده ايمان بقلب منه. خلينا نسال استاذ محمود، حضرتك محمود دعيبس شفته لابنين؟ أول شيء يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يرحم كل الضحايا. محمود دعيبس أنت شهيد حي. صح. وقبل ما تحكي، بس قبل ما نطلع إجا محمود سلم علي وقال لي هيدي أول مرة بجي على البور على المرفق، وطلبوه عدة برامج ما كان قادر نفسياً دكتورة بهاء إنه يجي لهون. اليوم كسر هيدا الحاجز. تفضل محمود، وين كنت وقت الانفجار؟ أنا وقت الانفجار كنت متواجد بمقابل العنبر 12. بس صارت هالحريقة وهالاخبار طلب مني احد الاشخاص بيقربني بيشتغل تحت انه انزل لعنده لحتى اخده من هناك. وصلت تقريبا لحد العنبر 15 وطلعته معي بالسيارة، وتفاجأت انه باقي رفقاتي واقفين حد العنبر 13. قلت له خلينا نقرب لحتى نشوف ليه واقفين هناك. نعم. وصلت لهناك ونزلنا من السيارة، وحريقة كانت حريقة عادية يعني، وفي أصوات عم بتفقع، حتى فوج الإطفاء وصلوا ومزحنا مع بعضنا وحكينا. يعني عم بحكيك كان في وقت، يعني وقفنا وقت مع بعضنا. شفت أمين وقتها؟ أمين هي كانت قبل آخر صورة شفتها من الشباب. كيف يعني؟ لما رجت الأرض وحسيت في شيء مش مزبوط بده يصير، طلبت من رفقاتي بسرعة نهرب من هون، ما رضي يطلع معي غير شخص واحد. والصورة اللي شفتها منهم هي صورة محمد طلاس الله يرحمه. الله يرحمه. وترجيته إنه يطلع معي لحتى نهرب كلنا سوا. قرب بده يطلع معي، قال لي روح بسرعة، قال لي هاي أمين إجا، قال لي والله رايح معه. وأنا لو ما شفت إجا أمين باللادة لحتى ياخده، أنا ما بترك محمد طلاس وراي ولا حتى بترك حدا من رفقاتي وراي. أنا قلطت سيارة اللادة اللي كان متواجد فيها أمين، شو شاعر بالذنب؟ أنا مش شاعر بالذنب، شاعر بالتمني. شو تتمنى؟ دايما بيني وبين حالي أنا مقتنع خلص عمره، بس دايما بيني وبين حالي تمنيت لو العشرة طلعوا معي وما خسرت ولا واحد منهم. أكيد أكيد. تقدر تروح على العنبر رقم 12؟ مش عم بقدر، مع احترامي لأهل الضحايا والشهداء كلهم. أول شيء ما حدا قاعد جوات حدا. أنا إذا بدي أقرب على العنبر 12، أنا اللي شفته مع احترامي للأهل كلهم ما حدا شافهم. شوي أنا بكل شبر وشبر هناك بالاسم بعدل لك يون كيف كانوا واقفين. عدلنا أسماءهم ومين هن بالاسم وتدريجيا. أي كان واقف محمد طلاس الله يرحمه، حد محمد طلاس كان واقف محمد دمج الله يرحمه، وحد محمد دمج كان في حسن شمس، وحد حسن شمس كان في علي اسماعيل، وحد علي اسماعيل كان في محمد سباعي، وحد محمد سباعي كان في هولو عباس،
حد هولو عباس كان في حمد العطار، وحد حمد العطار كان في قاسم المولى الله يرحمه. حجي أول مرة بتلتقي بمحمود بعد؟ لا أجا لعندي عزيمة وقال لي نفس الطريقة اللي عم يحكيها، نفس الطريقة اللي عم يحكيها، يعني مثل ما هو متأثر، هو متأثر إنه صديقه ورفيقه وعشر عمر هو يعني بتطلع فيه بحس حالي إنه أمين بعده موجود، إنه صديق إجي لعنده نفس الطريقة، يعني شيء مؤثر. برجع بقول يعني الله يخليه ويعافيه يا رب، والله سبحانه وتعالى هذه كلها مشيئة رب العالمين، كلها مشيئة رب الله يرحمه. محمود تمسكت بالحياة بعد هالقصة، يعني ربنا عطاك عمر معجزة أنت أنك تعيش، أنت الشهيد الحي بهالكم من الدمار. بتعرفي شو اللي خلاني أرجع أتمسك من الحياة وأطلع من الحالة النفسية اللي أنا فيها وأعمل بلوك على الأدوية كلها اللي كنت عم بخدها؟ أخذت أدوية بعد أربع أب؟ صحيح، فتت بأدوية. نعم. فتت بأدوية، واللي خلاني أخذ القرار وأطلع من هالموضوع وأوي حالي وكون قوي كرمال عيونهم، كرمال عيونهم هن. شو قصة الطيارة اللي سمعتها؟ صحيح. شو يعني في شيء كأنه عندك هواية ما حدا حكيها؟ صحيح. لا أنا بحكيها وما في شيء خاف منه، أنا هيدا الصوت حكيتها للقاضي بيطار. صحيح ولا؟ صحيح. تفضل. صحيح، قلتها بإفاتي قبل ما تصير الحريقة بمرفق بيروت. طلع صوت نفس صوت الطيران وبلشت هالاشياء تفرقع قبل الحريقة. للوهلة الأولى أنا قلت هيدا طيران قصف بمطرح ما بالمرفق. بس لما رحت ونزلت من مكتبي وقربت، مع العلم نحن يعني شركتنا بتبعد عن هون، شركتنا يعني إذا بدك تحسبيها صارت ميلة الكارنتينا. أوكي. لدورت سيارتي ووصلت تقريبا على مساواة تمثال المغترب، بلشت توضح الصورة أكثر إنه حريقة وإشي عم بتفرقع. بس قبل هيدا الشيء، قبل ما تصير هالحريقة وإشي تفرقع، طلع صوت طيران. وبعد الحريق سمعت شيء قبل الانفجار؟ حسيت. ما سمعت. شو حسيت؟ أنا لا فلات من قدام العنبر 12، أنا 6 و7 دقايق بس صاروا يسألوني شو في على مرفق بيروت، شو في، قلت لازم دق لعائلتي طمنها. مع العلم إنه أمي خسرانة شاب بمرفق بيروت. بس شو اللي جابرك على المر؟ صحيح. الأمر منه. قبل التفجير كان بعده الحريق، لأنه في ناس عم بيقولوا انطفى الحريق. أنا بقول لك حتى في فيديوهات بتثبت كلامي، أنا مع العلم سيارتي راحت بالانفجار. نعم. وتليفوني راح بالانفجار. صح. بس أنا بعتهم على جروبات، يعني جروبات رفقاتي، وفي واحد فيديو منهم بعته كمان لابن عمي. ليه أنا مصر على التوقيت؟ لأنه الفيديو بيثبت كلامي مش أنا، وحتى تليفون مرتي بيثبت أنه أنا اتصلت فيها 6 و7 دقايق، وهي بتقول أنه ما دق تليفونها، بس طلع الانفجار بيّن أنه أنا داقلة. وانا مع العلم شفت انا وعم دق لها كاميرا، بين انه عندي عم بدق التليفون عندها. طيب خليني ارجع للسؤال، شفت الحريق انطفى؟ أوكي. ولا بعده؟ الحريق طفى، وفيديوهات برجع بقول لك الحريق انطفى قبل الانفجار. هيدا الحريق ما انطفى كليا 100%. نعم. نعم. حتى الاصوات اللي كانت قويه اللي عم تطلع من العنبر هيدي صوتها. دكتوره بهاء يحيى، حضرتك متخصصه بعلم النفس، مسؤوليه علم النفس بالجامعه اللبنانيه قسم علم النفس. سمعنا كثير روايات اليوم عن ناس عندهم حالة إنكار، عن ناس عندهم خجل إنه ليش هن عاشوا غيرهم مات. ممكن تحكي لنا شو العوامل النفسية بهيك صدمة بتصير، وهل ممكن تخلص الصدمة مع الوقت؟ أي صدمة كانت نتيجة حروب أو نتيجة زلازل أو نتيجة أعمال إرهابية حربية بده يتولد عنا صدمات عند هالأفراد اللي عايشوا، اللي كانوا بالقرب واللي كانوا أبعد شوي. الكل بيتأثر ولكن بدرجات. هلأ هون شفنا الحجة حكت عن رفض وإنكار، يعني أول رد فعل، يعني إذا عم بحكي عن مراحل الصدمة، أول رد فعل هو منرفض، ما منقبل الواقع، إنكار، لا بعده عايش، لحد هلأ بعده عايش. بس دكتورة بعد سنة الإنكار، حالة الإنكار موجودة، هل هالشي مريح للشخص؟ يعني هل هو نوع من العلاج أو هو
مؤذي نفسيا. لا طبعا هو مش يعني هي مش عم تعمل علاج لحالها، بس طالما نحن بعد ما نعرف السبب، نحن اولادنا هول اللي ماتوا هالموت العشوائي، طب ما انا ما بدي اعرف ليش ماتوا حتى اقدر اعمل حدادي. ايه دكتوره بحط لهم ورود على اضرحتهم. كثير مهم اللي عم تحكي، كثير مهم، يعني ضروري تنعرف الحقيقه، تنعرف العداله، توصل لمحل معين ليرتاحوا نفسيا، ليصيروا يتعايشوا مع الصدمه، بدهم يعرفوا السبب ليقدروا يتقبلوا تدريجيا مراحل الصدمه. هالرفض والانكار بده يضل معها هي بوعي بلا وعي، مش قبليني، لانه ما في سبب شرعي اودى لشي اللي صار، ما في سبب معقول بذهنها تقدر تعمل له هيك دمج تدامج ذهني وتقبل. ما رح تقبل في حالات الغضب، نعم، في حالات الانفعالات، نعم، الكبرى، في حالات وجع جسدي، صح. هلا غير الرفض والانكار بصير في حاله غضب، غضب وثوره، ليش انا، ليش مش غيري، ليش ابني. عشت الغضب ام امين؟ انت غضبانه هلا؟ انا غضبانه على الدوله لانه روحت هالشباب كلياتهم وبيناتهم ابني. طب ليه؟ ترتاحي إذا عرفتي مين اللي سبب بها، ترتاحي؟ إيه تعترفي إيه؟ إنه أمين راح ومات؟ مش أمين راح ومات، لا، برد قلبي أنا وبرجع بقول برد قلب ابني، يمكن روحه اللي راحت صار بالسما، إنه أن أخذ حقه. بس شو حالة الشفاء وهل ممكنة؟ لأنه في ناس بيقولوا ما في شيء اسمه ما بعد الصدمة، الصدمة موجودة عمليا، يعني صعب يطلع منها الإنسان. نحن خاصة بلبنان عندنا الصدمة موجودة وعندنا صدمات متراكمة، يعني يمكن صدمة انفجار المرفأ بتفجر بدواخلنا صدمات أخرى عشنيها وكبتت ربما ما عبرنا عنها، بيجي هيدا الحدث الفظيع بيرجع بيعيشنا إياها. نشكرك وتأخرنا عليك شوي لدخلتي معنا بالستوديو، كان لازم كنتي معنا من البداية، نشكرك جدا. حجي الله يرحمه، قلبنا معك وعواطفنا معك، وإن شاء الله بتوصل العدالة، لأنه هيدا يعني واجب على كل إنسان عنده حس الإنسانية. أنا بس بدي أطلب منك بنهاية الحلقة، يعني أنا بعرف قدي محروقة وقدي مزعوجة من داخلك، بس طلعي بهالكاميرا شو بدك تقولي للناس، أول شيء لأهل الضحايا ولها السلطات وللي تسبب بهالكارثة بهالبلد وبوفاة ابنك. وبقول يا رب ابني هلأ هو بالجنة إن شاء الله، لأنه ما دخله، كان ببيته، إجا على شغله، ابني إجا على شغله جابوا لي يا محمد. يعني ما في أم بتقبل هالفاجعة يلي نحن عم نمرق فيها. ابني بيظهر الساعة 6 إجا على شغله، بيجي بعد 7 أيام بيجيبوا لي بنعشه. يعني أي عدالة هيدي هن عم يصفوها؟ أي عدالة؟ وين عم يتخبوا وراء أصبعهم؟ بيرجع بيقولوا ما دخلها، ما دخلها، إسرائيل ضربت، بس الإهمال منكم، مين اللي فوتهم؟ مين اللي تاجر بالشعب؟ مين اللي تاجر فيهم للعالم؟ مش حرام عليهم؟ محمود بدك تقول شيء لو سمحت، طلع بهالكاميرا، أنت الشهيد الحي. يا مسؤولين يا فاسدين، من صغيركم لكبيركم، بدي إياكم تسمعوها منيح. قد ما هربتوا من عدالة الأرض، تذكروا عدالة ربنا، وإن شاء الله تشتهوا الموت وما تلاقوا. شكراً لكم، شكراً للجميع. كنا بنتمنى نحكي معكم أكثر. الله يرحمه والله يبرد قلبك. بتباركونا لما بيتحاكموا، لما بينحبسوا، نعم، من أكبرهم لأصغره، حتى الرئيس تاعنا، حتى الرئيس تاعنا كمان إله ضلع. ما تقلي كلهم مرتشين، كلياتهم عم بيخبوا، هيدي مثل المسبحه، فك المسبحه واحد بس يقر عليهم بكر كلياتهم، ما هن مبينين. شكرا لك، شكرا لضيوفنا. لحظات ونعود اليكم اعزائي المشاهدين لنكمل هذا الحوار من قلب مرفأ بيروت مع عائلات الضحايا في ذكرى تفجير 4 آب. وحياة اللي راحوا واللي صاروا الحنين.